مشاهدينا، يحكى بأن يونس بن عبد الأعلى أحد طلاب الإمام الشافعي اختلف مع أستاذ الإمام محمد بن إدريس الشافعي في مسألة من مسائل الفقه أثناء إلقاء درس في المسجد، فقام يونس مغضب وترك الدرس وذهب لبيته. فلما أقبل الليل سمع يونس صوت على بابه طرق كبير، فقال يونس: من؟ فقال الطارق: محمد بن إدريس. قال يونس: فتفكرت في كل من كان اسمه محمد بن إدريس إلا الشافعي. قال: فلما فتحت الباب فوجئت بالإمام الشافعي أمامي، فقال: يا يونس، تجمعنا مئات المسائل وتفرقنا مسألة. التسامح والعفو يضيف للإنسان مكانة وقدر. من يعفو ويصفح عن الناس يشعر بالراحة النفسية، بالعفو تنال العزة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. العفو والصفح سبيل الألفة والمودة بين أفراد المجتمع. في العفو والصفح الطمأنينة والسكينة وشرف النفس. بالعفو تكتسب النفس الرفعة والمحبة عند الله وعند الناس. مشاهدينا، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم للتسامح وطن. في حلقاتنا دائما نطرح معاني وقيم التسامح وأهمية التسامح في حياة الناس وفي بناء المجتمعات. ومعنا سؤال اليوم أيضا مشاهدينا سهل جدا. سؤالنا اليوم بيقول: ماذا قال يعقوب عليه السلام لأبنائه عندما قالوا له: يا أبانا استغفر لنا؟ السؤال مرة أخرى مشاهدينا من أجل تحضير الإجابة: ماذا قال يعقوب عليه السلام لأبنائه عندما قالوا له: يا أبانا استغفر لنا؟ الرقم الظاهر أمامكم على الشاشة مشاهدينا، تتواصلوا معنا من خلال هذا الرقم. والجائزة اليوم عبارة عن 500 درهم نقدا، الجائزة اليوم 500 درهم نقدا، وتسليم الجوائز بعد رمضان بعشرة أيام. ويسعدنا مشاهدينا أن ينضم إلينا اليوم الإعلامي خالد عزيز. أهلا ومرحبا أستاذ خالد. شكرا لك أستاذ وائل، وأهلا وسهلا فيك، وجزاكم الله خير على الاستضافة. حياكم الله وبارك الله فيكم. أستاذ خالد، في عام التسامح وفي وطن التسامح وفي تراثنا من التسامح ما يغني عن الكلام وعن الشعارات، حابين نعرف منك مفهوم عام التسامح عندك. سلمك الله. نقول بداية الحمد لله رب العالمين. بلا شك أن الشخص المتسامح هو الشخص القوي صاحب الإرادة العالية، وهو الشخص صاحب القلب الكبير، لا يتسامح مع من أخطأ بحقه، ولا يتسامح ولا يعفو عمن ظلمه إلا من هو صاحب النفس العالية. نعم. في عام التسامح عام 2019 دولة الإمارات بفضل الله عز وجل جعلت هذا العام عام للعفو وللصفح ولمسامحة من أخطأ بحق أخيه وبحق أبنائه وبحق جيرانه. جميل. للتسامح في دولة الإمارات مثل ما هو برنامجكم للتسامح وطن. نعم. وهذا ديدن وسياسة دولة الإمارات بشكل عام بفضل الله عز وجل. جميل. أستاذ خالد، لو رجعنا ليعقوب عليه السلام وسؤالنا النهاردة عشان نسهل على مشاهدينا ونقول: من أكثر تسامحا، يوسف عليه السلام أم يعقوب أبو يوسف؟ والله السؤال هذا يعني يحتاج إلى مراجعة الصورة ومراجعة القصة، لكن ما يتبين لي من خلال ما استذكره من قصة يوسف عليه السلام و أباه يعقوب بأن يوسف كان أكثر تسامحا مع إخوانه عندما ألقوه في الجب، وعندما اتهموه بالسرقة نال ما نال من العذاب ومن الغربة ومن الابتعاد عن حنان الأب وحنان الأم والابتعاد عن عاطفة البيت الواحد وعن الاجتماع بأهله وإخوانه. كل هذا كان كبير بشأنه ومؤثر بلا شك يعني عليه. أيضا يعني يعقوب عليه السلام سامح أبنائه عندما قالوا له: يا أبانا استغفر لنا. لكن بمنظوري أنا بأن سيدنا يوسف عليه السلام كان أكثر تسامحا عندما قال لإخوانه: لا تثريب عليكم. دعنا نرجع بالأحداث شوية مع حضرتك. نعم. ونقول أن يعقوب عليه السلام لما أراد يتزوج أم يوسف رحيل، نعم، اشترط عليه خاله أنه يعمل في أرضه 7 سنوات من أجل أن يكون مهر لرحيل.
ولكن لما جه وقت الزواج اكتشف ان خاله بيزوجه اختها الكبرى. نعم. وقال لا تتزوج الصغرى قبل الكبرى، فتزوج الكبرى وانجب منها 11 اخا ليوسف. سبحان الله. وقال له ماذا على مهر الاخرى رحيل؟ قال 7 سنين اخرى. فعمل 7 سنين اخرى حتى تزوج من يحبها او نعم. كان يعني يتمناها نعم. من قبل يريدها له. ثم انجب منها يوسف بنيامين، ثم اصبح يوسف قرة عين ابيه وهو كان الاخير. نعم. فطبيعي اخر العنقود هكذا. يوسف ربما تشغله وهو صغير احداث الحياه، ربما يتبنى اب اخر، ربما تشغل أم أخرى كما قال العزيز عسى أن ينفعنا نعم. أو نتخذه ولدا نعم. ربما في قصر العزيز وشؤون الملك يجد ما يلهيه. لكن يعقوب ماذا كان يلهيه أستاذ خالد؟ يعقوب كان يفكر فيه حتى بيضت عيناه حتى من الحزن نعم. فقد بصره بلا شك. بلا شك. حزنا على ابنه نعم. نعم. ثم عندما جاء إخوة يوسف بالقميص وعاد إليه بصره قال سوف أستغفر لكم ربي، والأمر انتهى هنا. نعم بلا شك أستاذ وائل، المسألة ليست يعني مسألة من هو أكثر تسامحا، المسألة بأن التسامح مبدأ الأقوياء، مبدأ الكبار. جميل. مبدأ من يستطيعون أن يحتووا من ظلمهم، مبدأ القادة عندما يقول الشيخ زايد رحمة الله عليه كيف لا نتسامح ونحن أبناء سيدنا آدم. الله عز وجل يسامح البشر. الله. نحن الله. البشر كيف لا نتسامح فيما بيننا. جميل. المسألة مسألة أن ما دام أن هناك تسامح هناك تعايش، محبة سلام. هناك سلام، هناك عفو، هناك اجتماع. جميل. هناك استمرار للحياة. أما إذا كان هناك اقتصاص في أي شيء ومن كل شيء، من حق المظلوم بأنه يأخذ حقه، موجود في القرآن الكريم. حق نعم. المظلوم أذن للذين ظلموا بأنهم أذن للذين الآية معنى بما معنى نعم. الآية بأن يعني أنا من حق الشخص المظلوم بأنه يأخذ حقه نعم. بالكامل. ولكم في القصص حياة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر الحديث الذي ضحك منه في النهاية نعم، فعندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الشخصين الذين جثيا عند الله عز وجل، وقال أحدهما لله عز وجل يا ربي لقد ظلمني، فأمر الله عز وجل الملائكة بأن يؤخذ من حسنات الظالم وتوضع في ميزان المظلوم، وعندما انتهت تلك الحسنات أمر الله عز وجل بأن تؤخذ من سيئات المظلوم وتوضع في ميزان الظالم. نعم. فقال الله عز وجل لذلك المظلوم، قال له انظر إلى تلك الناحية، فنظر فوجد الجنة. الله. فقال يا ربي لمن تلك الجنة؟ هل هي للأنبياء أم للصديقين أم للشهداء؟ فقال الله عز وجل لا، إنها لمن يملك الثمن. فقال يا ربي ومن يملك ثمن تلك الجنة؟ قال أنت. قال كيف؟ قال بأن تعفو عن أخيك. قال يا ربي عفوت عنه. بالعفو. يا ربي عفوت عنه، يا ربي عفوت عنه. الله. فقال الله عز وجل له خذ بيد أخيك وادخل الجنة. الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، تألم في البداية لكنه ضحك في النهاية. هذا هو المبدأ المقصود هنا أستاذ خالد. نعم. أن يعني نؤجل العفو ليوم القيامة لمثل هذا المشهد، أم المقصود من الحديث تفعيله في الدنيا؟ بلا شك يقينا بأنه كله جنة عند ربنا سبحانه وتعالى. بلا شك أنك أنت إذا كنت صاحب إرادة قوية وصاحب عزيمة وأنت قائد، بلا شك أنك تعفو في الدنيا، تعفو عن أخيك، تعفو عن زوجتك، تعفو عن ابنك، تعفو عن صديقك، تعفو عن جميل. الجار. أنا أذكر من يعني قصصنا وتراثنا أن هناك شخص كان جارا لأحدهم 40 عاما، فقتل ابنه من ابن جارة قتل هذا ابن هذا الشخص الكبير. الشيطان يتدخل والنفوس فيه. فعلم هذا الأب بأن ابنه مقتول من ابن جارة، فذهب إلى مركز الشرطة وتنازل عن ابن القاتل. قال والله لن أبيت في بيتي إلا أن أعفو عن ابن هذا الجار.
فقال له قال يا أبا فلان لقد نزلنا في هذه المنطقة ونحن شباب لا يوجد في وجوهنا أي شعر، والآن نحن شواب كبار يملأ وجوهنا الشيب الأبيض، أفلا نعفو عن بعضنا؟ قال من قتل هو ابنك والقاتل هو ابني الآن، والعزاء عزاءك أنت وليس عزائي أنا، ويكفينا أن يكون في بيت أحدنا عزاء ولا يكون في بيتين عزائين، ويكفي أن تتألم أم فلان اللي هي أم ابنه، ولا أريد أن تتألم الأمين أم ابنك وأم ابني. هذا منتهى التعايش ومنتهى التسامح، بلا شك ومنتهى هذا هو تسامحنا، العطاء بحب للآخرين. نعم. وأن يعيش الإنسان مع جاره كأنه في بيت، كأنه إنسان واحد وكأنه بيت واحد، وهذا مثال رائع في وطن التسامح وفي بلد التسامح. لكن نعود إلى قصة يوسف أستاذ خالد، ونربط ما بين لا تثريب عليكم اليوم لإخوته وما بين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة في ذلك اليوم، لو تذكرنا بأحداث العفو عند رسول الله. بلا شك، عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة ذلك اليوم فتح مكة، وكانوا أهل مكة أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإساءة، عندما وضعوا الجزور على ظهره أخرجوه، وعندما منها أخرجوه من أطهر الأماكن ومن أحب الأماكن إليه، وعندما رموه بالحجر، وعندما أدميت قدماه، وعندما حاربوه معركة بدر ومعركة أحد، وقاتلوا أبناء عمومته، وقتلوا عمه حمزة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطأطئ الرأس إلى مكة، وقال لهم عليه الصلاة والسلام ما تظنون أني فاعل بكم؟ الآن المظلوم يقتص ممن ظلمه، وهم كبار قريش، كبار قادة قريش. نعم. أولئك القوم، عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تظنون أني فاعل بكم، ماذا قالوا له؟ لأنهم يعرفون أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاقه التسامح والعفو والطيبة والألفة. قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. أيضا سيدنا يوسف عليه السلام عندما قال لإخوانه لا تثريب عليكم اليوم، خلق واحد، خلق النبوة، مشكات واحدة، كلهم يأتون من نبي من الله عز وجل، منهج واحد، جميل، من وحي واحد، رائع. أستاذ خالد، نذهب إلى فصل ونعود لنكمل معك هذا اللقاء الشيق والممتع حقيقة. مشاهدينا في كل مكان، نذكر بسؤال حلقة اليوم. سؤالنا اليوم: ماذا قال يعقوب عليه السلام لأبنائه عندما قالوا له يا أبانا استغفر لنا؟ ماذا قال يعقوب لأبنائه عندما قالوا له يا أبانا استغفر لنا؟ والرقم أمامكم على الشاشة مشاهدينا. فصل قصير ونعود لنكمل هذا اللقاء، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم مرة تانية وبنكمل حلقتنا النهاردة، وبنتكلم عن التسامح بقيم ومعاني النبوة وبمعاني القادة وبمعاني العفو عندما تكون قويا، من خلال يعقوب عليه السلام عندما قال لأبنائه كلمة أو قول معين ذكره القرآن الكريم، نعرفه من خلال السؤال المطروح عليكم مشاهدينا في كل مكان. والسؤال مرة تانية بيقول: ماذا قال يعقوب عليه السلام لأبنائه عندما قالوا له يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا؟ ماذا قال يعقوب عليه السلام لأبنائه عندما قالوا له يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا؟ هنعرف الإجابة منكم مشاهدين الكرام على الرقم الظاهر أمامكم، وبنرجع نكمل مع ضيفنا الأستاذ خالد عزيز. أستاذ خالد، وقفنا عند معنى جميل للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الفاصل، وكنا نتحدث عن قمة العفو بعد كل الإساءة التي تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من قومه. النبي صلى الله عليه وسلم لما تلقى الإساءة دي فقط من أهل مكة، كان أيضا عندما عرض نفسه على القبائل، وكان بيده لا نقول قوة ولا نقول دعاء يدعوه على قومه كما دعا الأنبياء من قبل، بل الله سبحانه وتعالى أرسل إليه ملك يقول له أؤمرني. نريد أيضا أن نتذكر تلك الوقعة ونقف عند تسامح النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الطائف. سبحان الله، عندما يقول الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هذه الآية بلا شك أستاذ وائل تدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بالعفو وتعامل بالتسامح،
مع أصحابه ومع أعدائه حتى. عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعوهم، وكان في الطائف أخواله، وكان يظن بأن أخواله من سيعينونه على استمرار دعوته، دعوة الإسلام، فضربوه ووجهوا أبنائهم بأن يهينونه وأن يركضوا وراءه وأن يضربونه بالأحجار، حتى أدميت قدماه وحتى أدمي وجهه الكريم. وكان يقول ربي إنهم لا يعلمون، ربي إنهم، ربي اغفر لقومي إنهم لا يعلمون. فأنزل الله عز وجل جبريل إليه وقال له جبريل: يا محمد، إن معي ملك الجبال، أمره فليطبق عليهم الجبلين. فقال: لا، لعله أن يخرج من أصلابهم أقوام يعبدون الله عز وجل. بعد النظرة، استشراف المستقبل عند النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم السرية والجهرية استمرت سنين إلى أن أصبحت الجزيرة العربية كلها مسلمة، وإلى أن انتشر الإسلام في كافة أقطار الدنيا، حتى انضم منهم مالك بن عوف وغيره. نعم. من أهل الطائف. نعم. بعد ذلك يوم حنين وما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. استاذ خالد، نذهب. نعم. ونأخذ بعض الاتصالات والإجابات. معنا اليوم معنا أحمد من الفجيرة. أهلا ومرحبا يا أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. يا أحمد، أهلا وسهلا. حياك الله أستاذ أحمد، كيف الحال؟ الحمد لله. إجابة السؤال هي: هو في آية لهم لما كانوا في مصر قال لهم ما تدخلوا من باب واحد يعني؟ نعم. لا، نريد هنا ماذا قال يعقوب عندما قالوا له: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، بعد أن عادوا بقميص يوسف وألقوه على وجه أبيهم فارتد بصيرا. هنا اعترفوا بخطئهم: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. ماذا قال لهم؟ هو قالوا يعني اعترفوا بالخطا، بس هو سالهم يعني ايه، او يعني سيدنا يوسف اللي هو يعني جابوا لسيدنا يوسف يعني. لا، نريد الايه القرانيه. هنا ايه قرانيه نزلت تحدثنا عن قول يعقوب. نشكرك استاذ احمد، تعاود الاتصال بلا مره اخرى، ونعيد ناخذ اتصال من ليلى من الفجيره. اهلا ومرحبا يا ليلى، كيف الحال؟ الحمد لله. والله شو أخبارك؟ الحمد لله تعالى، الحمد لله عز وجل. إجابة السؤال آية قرآنية، ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. نشكرك يا ليلى على المشاركة وعلى الإجابة بالفعل، هذه القول الذي نريده منكم مشاهدينا. ونعود إلى اتصالات، ومعنا هنية من عجمان تأخذ الاتصال. ألو، السلام عليكم. أستاذة هنية مرحبا. ألو، السلام عليكم. كل عام وانتم بخير أختي. وانت بخير الله يسلمك. ممكن تكملين الآية لو سمحتي؟ إن شاء الله. شكرا لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. أحسنتي أستاذ هنية، شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. جميل، نأخذ الاتصال آخر. معنا مين؟ أمل من الشارقة. أهلا ومرحبا يا أمل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ أمل. الله يحييك يا أستاذ وائل، الله يخليك. إجابة السؤال، الآية بتقول: قال تعالى: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. هل سهل على النفس أن الإنسان يعفو بعد كل اللي مر به يعقوب عليه السلام من فقد يوسف بسبب إخوته، ثم بنيامين، وربما في ظنه قبل بعد كذا أنه أيضا بسبب إخوته، هل سهل على الأب؟ ما هو مش أي أب يا أستاذ وائل، الأب ونبي نفس الله الوقت. جميل هذا الإجمال، أب ونبي. فطبعا أكيد لازم ربنا بيكون مديله كل التسامح وكل الغفران وأي حاجة طبعا، لأنه منزل من يعني رسالة من عند ربنا. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أمل على المشاركة وعلى هذه الجملة الرائعة، أب ونبي. معنا اتصال. أستاذ خالد معك الاتصال. ألو، السلام عليكم. مرحبا أستاذ خليفة. مرحبا أخوي أستاذ خليفة من العين، حياك الله أخوي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذ خليفة، تكمل لنا الآية. الله يبارك فيك، يطول لي بعمرك إن شاء الله الغالي. تكمل الآية أستاذ الغالي. هي عرفت بس ما سمعت السؤال، عدل عيدوا لي. ماذا قال يعقوب عليه السلام لأبنائه عندما قالوا له: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين؟ الآية اللي بعدها خليفة. هذا الآية عندما يعني أتوا أبناء سيدنا يعقوب عليه السلام: استغفروا لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين.
طيب تعيدها مرة ثانية لو سمحت. يا أبانا استغفر ذنوبنا إن كنا خاطئين. المصحف مش أمامك الآن؟ إيه. طيب اقرأ الآية مرة ثانية بشكل صحيح. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. شكرا لك، يعطيك العافية أستاذ خليفة، نتمنى لك الفوز. نشكرك، ما شاء الله الناس مستعده للمسابقه. ما شاء الله، جميل جميل. فقط اول اتصال اللي ما كان مستعد للمسابقه. العنصر الرجالي اليوم يبدو انه اكثر. نعم، وهذا شيء يسعدنا طبعا. هذا بتحيالك استاذ خالد، سترى المفاجاه الان. معنا اتصال اخر، محمد من الشارقه. السلام عليكم استاذ محمد. السلام عليكم، كيف الحال؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ اجابه سؤال. الحمد لله نحمد الله عز وجل. اجابه سؤال، سوف أستغفر لربي إنه غفور رحيم. قال سوف أستغفر لكم ربي. لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. نشكرك أستاذ محمد على هذا الاتصال وعلى هذه المشاركة، بارك الله فيك. ومعنا اتصال أستاذ خالد معك. الأستاذ البراء، حياك الله. أستاذ البراء من الفجيرة، يا هلا والله، مرحبا، إيش حالك أخوي؟ والله الحمد لله تمام، إيش حالك أنت؟ يطول له بعمرك، طول له بعمرك. تكمل لنا الآية الله يسلمك، لما يو أبناء سيدنا يعقوب عليه السلام إلى أبيهم، ماذا قالوا له؟ يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. تمام، ماذا قال لهم أبيهم؟ الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف استغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ما شاء الله عليك، جزاك الله خير، شكرا لك. هل كل أب أستاذ البراء يستطيع أن يسامح ابنائه على أخطاء كبيرة مثل الخطأ اللي وقعوا فيه؟ ألو، في بسامح وفي منهم ما بسامح ترى. جميل موضوعي. جميل موضوعي، يعطيك العافية يعني. شكرا لك، شكرا لك. جميل. معنا اتصال آخر، هلا من الفجيرة. أهلا ومرحبا يا هلا، كيف الحال؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إجابة السؤال هي، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. حضرتك بتسمحي أبنائك إذا أخطأوا خطأ كبير ولا مش في كل خطأ، على حسب مقدار الخطأ؟ طبعا يعني هو الام بتسامح اولادها قد ما كان الخطا كبير، بس يعني بنحاول نوعظهم ونحكيهم ونقول لهم الخطا ونبين له الخطا شو هو. جميل، نشكرك يا هلا على المشاركه معنا وعلى الاجابه. معك استاذ خالد. الاستاذه هدى من راس الخيمه، مرحبا. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، يا هلا مرحبا فيك. تفضلي استاذه هدى، تكملي لنا الايه لو سمحتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سوف استغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. شكرا لك، شكرا لك، يعطيك العافية، عسى الله يوفقك إن شاء الله. جميل. ومعنا آخر اتصال من تغريد من العين. أهلا ومرحبا يا تغريد. أهلا يا هلا، كيف الأحوال؟ تمام والله. كيف التسامح في رمضان معكم؟ والله الحمد لله، يعني ما بتعصبوا كتير في رمضان اللي فيه خير وتسامح. الحمد نعم لله. جميل، أكمل الآية. قال لهم سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. نشكرك يا تغريد على المشاركة معنا. وأستاذ خالد، نريد كلمة أخيرة حول معاني التسامح وقيمة التسامح. شكرا لك أستاذ وائل. الآية اللي تسابق عليها أخوان المتسابقين المتصلين على برنامجنا تبين لنا بأن يجب أن نتعامل مع أبنائنا بحس عالي وباهتمام كبير جدا. عندما يسامح سيدنا يعقوب عليه السلام أبنائه على أنهم فعلوا فعلتهم الشنيعة مع سيدنا يوسف عليه السلام، نحن يجب أن ننظر إلى كيف نربي أبنائنا على التسامح وعلى العفو وعلى الغفران مع بعضهم البعض. نشكرك، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، فصل قصير ونعود بعده، فابقوا معنا. عدنا لكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وللتسامح وطن. نسحب الآن على الفائز. نعم. في برنامجنا. تفضل. اليوم لي الشرف أني أشوف الفائز
جائزة الخمسمائة درهم من؟ أمل السيد يوسف من الشارقة، تستاهلين الخمسمائة درهم، عسى الله يوفقك إن شاء الله. أمل السيد يوسف ألف مبروك الجائزة 500 درهم، ألف مبروك يا أمل الجائزة، ومشكورك أستاذ خالد، شكرا جزيلا، شكرا لك، نورتنا اليوم، أسعدتنا، شكرا على دعوة، وجزاكم الله خير، وبارك الله فيكم، شكرك الله، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة من برنامجكم للتسامح وطن، مع هذا الدعاء نترككم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، ورزقا حلالا نكتفي به. جمعية الفجيرة الخيرية تتمنى لكم صوما مقبولا وذنبا مغفورا. للتواصل الرقم المجاني 800-88-44، خدمة الواتساب، الموقع الإلكتروني